بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورضوان. أما بعد، مش نتحدث شوية عن خطاب الله لنا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أبدا الأبد. يقول ربي في سورة العشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا. فهذه دائما الآيات ما يبدأ بالخطاب اللي يعنينا نحن مباشرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الآيات بينات، ربي دائما يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حتى عاد ما عنده حجة، اللي هو مش قادر يفهم بعض أسرار الآيات البينات المتشابهات. هذاك كما تقولون عصيلة للناس الحمقى، لكن البينات بينات. ولهذا إذا كان ربي خاطبنا بأي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد، أي التقوى لا تحصل بالكلية إلا إذا نظرنا إلى غدنا، إلى مستقبلنا الدنيوي والأخروي. مفهوم لو كاش ما هناش تقوى. التقوى هي معانيها كثيرة، هي اجتناب ما يغضب الله، البعد عن الأضرار سواء كان السريعة أو البطيئة، سواء كان دنيوية سواء كان أخروية. المفيد الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يحققوا التقوى في ظاهرهم وباطنهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لأن الله جليل عظيم لابد أن نقدره بالمحبة وباليقين وبالأدب وبالاستماع وبالطاعة وبالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا، شوف الله دعوت إلينا ولتنظر نفسه، خاطبنا واحدا واحدا بعد ما خاطبنا جميعا قال ولتنظر. شوفوا الأدب، شوفوا العلم. الله سبحانه وتعالى يأخذنا بالكلية ثم يتوجه لكل فرد منا. شوف العناية اللي هي كم هي منا غزيرة وكم هي جامعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفسه ما قدمت لغد، يعني ما تمشوش بالكم أكاوى الأعراض هي وفات سايب عكسه على تبعك، لا أبدا. هنا دار اختبار وهناك دار جزاء. خذوا جزاء أوفى، ما تخلوش جزاء محزن مخسر والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ريتوا كيفاش الإسلام هو إسلام المستقبل، إنه مستقبلي ليس برجعي كما يقول أعداؤنا. الإسلام ليس برجعي بل يقول أن الماضي سيؤثر بحاضرك ومستقبلك، والثلاثة يتفاعلون فيما بينهم. لأن الإنسان يجب أن يستغفر مولاه فيمحو الله له، وهذا يسمى الباردون، يربي يطوي الصفعة. والإسلام يجب ما قبله، والإنسان ولو يعود في الجريمة هي الراتب من الكبائر 40 أو 70 مرة في النار. قول النبي عليه الصلاة والسلام 70 مرة،
وهو يستحي ربه فقد بين انه اعترف بانه هناك اله الذي قادر ان يحاسب وقادر ان يعفو. عايز اقول لكم الاسلام يقول بثلاث اقسام من الزمن: ما مضى من ايامنا، وما هو وقت اذن، وما هو في قابل ايامنا. عايز من بنوش ان انتم اشتروا لك ملك، اجتهدوا باش تكونوا ماضيكم طهروا بالتوبه، وقد يقلب ربي سيئاتكم بكرمه الى حسنات. وهنا قد كذلك يعفو عن الكبائر، عن العظائم، وقد يعفو عن الكل حتى اللمم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا يراه الحقيقه نقوا عليه المعينه معاني هذه نقوا عليها طويلا. لكن اليوم تركوا شويه على الدخول الى بعض اسرار كلام الله، ثم تاتي ربما مناسبات اخرى لكل فرد منكم ولكل جماعه منكم، ويلقاوا شيوخ اخرى، يلقاوا محطات اخرى، يلقاوا بالانترنت مواقع، يلقاوا فيها المزيد في هذا المنبر. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. شوفوا ربي كيفاش يركز. تقوى نظر تقوى. هاي ما لازمش نخرجوا من نكونوا يقظين، نكونوا مركزين على حضور بين يدي الله لكي نتقيه ولكي ننظر لمستقبلنا نظره ايجابيه فاعله، لان ربي ما يحبكش تتناقض ما بين قولك وفعلك. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. شوف ربي كم يركز اللي التقوى ليك راهي ماهيش ماشيه سبهلله، ماهيش ضاعت، بل هي بعلم الله وبقدرته وهو خبير قوير. بالانجليز ايام الانسان نقولوا اكسبير في بالقانون، لا هو اكسبير في الهندسه، لا هو اكسبير في العلوم الانسانيه، لا هو اكسبير في الرياضيات. ربك هو فوق الاكسبير كلهم، هو الباترون، هو السيد، وهكذا يكون رب كاش ما يكونش رب. والله ان الله يعني ان تقريريا يعني اعلموا ان الذي يقال هنا هو الصادر عن المولى، لا يختلط به استخفاف او كذب او تيهان او لغو، اي ما يطرح جانبا لا يعتد به. يقول ان الله خبير بما تعملون. اذا كان الله خبير ويعلم السر واخفى، فلا يحق لنا الا ان نتادب معه ونقرا اي الحساب لكل ما يصدر عنا من قول وفعل، لانه خبير. وربي يقول على يوم القيامه سبحانه وتعالى يقول الكفار الذين من تقوا وتجبروا وافسدوا البلاد وقهروا العباد، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني أنتم من حمكم يا معشر الكفار حبيتوا روحكم هالبعثة الذي يوم القيامة. يا هذا الكتاب كتابك أنت ربما تفنى مشغولك العيشة كما قال صعب الحديقتين في سورة الكهف، جاي كما تقول يتكبر على الضعيف، قالوا شوف أنا إيش عندي وربي مش يعطيني بعد، ده انت هنا ما شكرتش ربي وباقي طمع. السؤال الادب نتاعك لماذا ما باش ربي مش يعطيك مثل هذا وخير من هذا؟ لا، قال اظن انها لا تبيد، يعني اللي عندي انا تو هذا مش يتحرك الى البواب الى الزواج بل الى الازدياد في الاخره، هذا كله باطل، لان خبره ربي بينا كان لنا استقمنا. فهناك كتابنا يكون بيميننا ونبدأ مستبشرين أن يفتح وينشر بحضور الثقلين، وشوفوا الشهداء الكل فمين كان يشوفوني أنا من أصحاب اليمين أو من المقربين من الله. صنفان يوم القيامة هم السعيدون سعداء، هم المقربون من الله سبحانه وتعالى وأهل اليمين. أما أهل الشمال هم المقهورون والمذلون والخاسرون أبد الآباد. تفهم بالضبط خبرة ربي كيف تتصل بمصيرنا وكيف تتصل بحاضرنا وماضينا. لابد ان نرتب ماضينا ونعيش حاضرنا عيشة كريمة طيبة فيها ادب مع الله وحب له وشكر له وخشيته. خبير بما تعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.